مشاهدينا، اليوم عملنا أكل كتير طيب. عملنا شوربة الفطر والرز بالفول الأخضر، أكلتين كتير طيبين وطلعوا معنا بسرعة لأنه عملناهم على طريقة صحي وسريع. أول شيء شوربة الفطر بتعطيني بس 130 وحدة حرارية، 7 جرامات دهن، أكلة غنية بنحاس بالفوسفور وكمان بالسيلينيوم، وأكيد هي مصدر للكالسيوم. أما الرز بالفول الأخضر فبيعطيني 420 وحدة حرارية، 9 جرامات دهن، مصدر كتير مهم للألياف للفوليت للمنغنيز، وبيحتوي على الفايتك أسيد. فهيدول الأكلات مثل ما قلت لكم هن أكلات بيلبقوا للأشخاص اللي بياكلوا أكل نباتي، كتير صحيين. وشوربة إذا ما بدكم تستعملوا فيها مرق دجاج بتستعملوا المرق الخضرة أو المرق النباتي بيقولوا له. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن موضوع كتير مهم، وهو عن النصائح الجديدة بعالم التغذية يلي بيتعلقوا بموضوع الحصى بالكلى، موضوع كتير كتير مهم. أكيد بحلقة سابقة حكينا عن الحامض البولي أو ما يعرف باليوريك أسيد، واليوم بحلقتنا كمان حكينا مع الطبيب وشفنا أنه الأشخاص يلي عندهم مشاكل بالمرارة حتى هن بيصير عندهم الحصى، وهذه مشاكل كتير طبيعية. بس اليوم الموضوع هو خاصة عن الحصى بالكلى. لازم تعرفوا مشاهدينا أنه شخص من 15، يعني واحد من أصل 15 شخص إجمالا بيعاني من هالمشكلة حسب الإحصاءات الأمريكية بالحياة، وإجمالا الرجال، يعني يمكن الأشياء القليلة، الرجال 3 مرات معرضين أكثر من النساء أنه يصير عندهم هالحصى بالكلى. فلكن موضوعنا اليوم هو عن الحصى بالكلى، موضوع كتير مهم وكتير نسبة عالية من العالم بتعاني منه، لأنه مثل ما عم نقول شخص من أصل 15 بيعاني من هالموضوع. وأكثر شيء ممكن يصير في عنا وجع هو وقتها بتسد مجرى البول. طبعا ممكن الواحد يكون عنده حصى وما يحس فيهم، إذا كانوا كتير صغار بيمرقوا بالبول، بس إذا كبروا بسدوا مجرى البول وبسببوا آلام كتير كتير وانزعاج كتير مهم. شو أسبابه؟ أكيد الجينات، ممكن يكون هذا شيء جيني، يعني بالعائلة ممكن يصير في عنا استعداد أكثر من غيرنا. حسب الإحصاءات مثل ما قلنا كمان أنه الطقس الحار ممكن يسبب أكثر، لأنه هذا الشيء بيؤدي للنشاف. في بعض الأمراض مثل اليوريك أسيد يلي هو كمان بيسبب النكرس أو الجوت، كمان ممكن يسبب بزيادة الحصى بالكلى. في بعض الأمراض مثل الكرون ديزيز، هذا مرض بيضرب المصران، ممكن الأشخاص يتعرضوا أكثر من غيره أنه يصير عندهم حصى بالكلى. وحتى العارض الأيري أو الميتابوليك سيندروم، الأشخاص اللي بيكون عندهم وزن كتير زايد هول معرضين أكثر من غيرهم، لأنه في عنا بدانة وكمان بيكون عنا استعداد أو تعرض أكثر يكون عنا مرض السكري. اللي لازم نعرفه واللي ضروري نعرفه أنه في عدة أنواع، يعني الأنواع متعددة، ولحلكم أنه هو إجمالا بتجي بخليطة معادن. شو هنن الأنواع؟ لكينا هن مثل ما قلنا خليطة من المعادن. وأهم شغلة تعرفوا أنه طبعا في معدن الكالسيوم، لكن رح نكتب هون كالسيوم. والكالسيوم اجمالا بده يجتمع مع شيء، هلا بس فسركم ثانيه، وهو هالشيء ثاني ممكن يكون بمعظم الحالات الاوكزيليت او شيء ثاني اسمه فايتات. لكن رح نحط هون اوكزيليت او فايتات، يعني يا مع هاي يا مع هيدي اجمالا بيجتمع. كمان اليوريك اسيد هو كمان من الاشخاص من الانواع يلي ممكن يكون موجود، فهون رح نحط اليوريك اسيد. وكمان رح اقول لكم انه في نوع ثاني شيء مش كثير معروف اسمه ستروفايت او ستروفايت، صراحه ما كثير يعني معروف كيف بينعمل، بس هو موجود كمان في معدن كثير مهم يلي هو المغنيزيوم، كمان من الاشياء هول القليل جدا يلي بنسمع عنهم بعالم التغذيه المغنيزيوم، وكمان ممكن يكون في بقلبهم السيستين. فهدول اشياء كثيره ممكن يكونوا موجودين بحصى الكلى، بس نحن اكثر شيء بعالم التغذيه بنركز واكثر شيء معروف اذا بدكم عن الكالسيوم اوكزيليت او الكالسيوم فايتات. هلا اللي لازم تعرفوه انه الفايتات هو نوع من الفوسفورس، اثنيناتهم الاوكزيليت والفايتات اثنيناتهم انواع من الفوسفورس، بس الفايتات منيح واجمالا بنلاقيه بالاكل يلي فيه حبوب كامله، مثل اليوم اكلتنا كان فيها مصدر للفايتات، وهو اجمالا
فعلاً بيكون منيح وبيحمي المشاكل. بينما الأوكزيليت مع أنه كتير موجود بالخضار الصحية جداً جداً مثل الخضار الداكنة اللون والأشياء الخضراء كتير، بس إجمالاً هيدا في عليه علامة استفهام بعالم التغذية إذا فينا ناخده إيه أو لا وتكون عنا حصى بالكلى. مشان هيك رح لكم أنه الإرشادات الغذائية الجديدة شوي عنده علامة استفهام، لأنه ما في دراسة، مش إنه مثل ما سا واحد عنده كوليسترول أوكي معروف شو لازم يأكل وشو ما لازم يأكل. بموضوع حصل كلا بعدها شوي في إشياء في دراسات وتناقض كتير كتير كبير، بس اللي متفقين عليه أول شغلة دور المياه، فهون المياه أساسية جدا وضروري جدا إنه تنشرب، لأنه كل ما الواحد بيشرب مي كل ما بيتجنب تكتر أو كبر هالحصى هيدا حتى يقدر يأذي. تاني شغلة واللي أكيدين منها اليوم هي تخفيف الصوديوم او تخفيف الملح، وهون في كثير دراسات وكثير اشياء بتاكد هالشيء. برجع بذكركم انه الملح بعالم التغذيه بسموه صوديوم، واجمالا الاحصاءات والدراسات العلميه بتقول انه ناخذ اقل من 2400 ملي جرام من الصوديوم بالنهار، وهيدي الكمية هي تقريبا الموجودة بملعقة صغيرة. بس ماكش كل مرة بدنا نحكي عن الصوديوم ما فينا ما ارجع لكم انه مش بس منخاف من الملح يلي منزيده على الطبخة. طبعا الصوديوم مواد بتستعمل كتير بعالم التصنيع، وبكل شيء بناخده اجمالا بيكون موجود، مشان هيك بكل سهولة بنقدر ناخد كتير. الكالسيوم هيدي شغلة كتير كتير مهمة، وهون بما انه اكثر شيء معروف هو الكالسيوم اوكزاليت او الكالسيوم فايتات، في كثير اشخاص بيروحوا بيقولوا انه ما لازم ناخذ الكالسيوم. اليوم الاكيدين منه انه الكالسيوم هالمعدن اللي كثير مهم لازم يتخفف من الحبوب، يعني اذا واحد عم ياخذ سبلمنتس لكنها تخفيف المكملات يلي فيها كالسيوم واللي فيها كمان فيتامين سي، بينما بالاكل يلي فيه الكالسيوم واللي فيه فيتامين سي العكس هو المزبوط. فتخيلوا انه اذا واحد بياخذ كثير حبوب فيتامين سي ممكن هالشيء يساعد انه يصير في عنا حصى على الكلى، بينما اذا واحد بياخذ فيتامين سي بغير طريقه من مثلا الاورنج جوس او مثلا من الاشياء يلي فيها هو فيه كثير ماده اسمها سيتريك اسيد، هيدا اذا كان موجود بالبول العكس بيعمل، بيساعد انه يخفف من تعلق الكالسيوم بالاوكزاليت والفايتات. فهيدا التناقض كثير منيح. بينما عصير الجريفون او الجريب فروت هون كمان عليه علامه استفهام بهيدا الموضوع. هلا رح ننتقل لموضوع علامه الاستفهام وين في تناقض كثير. ففي تناقض بموضوع القهوه والشاي، في كثير اشخاص بيقولوا انه هيدا الشيء منيح ولا، فهون بعدنا بعلامه الاستفهام. كمان الحوامض الامينيه او البروتيين يلي بيجوا ممكن يساعدوا، ومثل ما قلت لكم قبل شوي عن موضوع الاوكزاليت يلي موجود بالسبانخ، الموجود بالمكسرات، الموجود بالشمندر، ببعض الفواكه يعني البريه، هيدول عليهم علامه استفهام كثير ومش عارفين بعد لليوم اذا لازم يتخففوا. بس انا بقول هيك تنعمل خلاصه سريعه، بنخفف الاشياء اللي فيها اوكزاليت، بنشرب مي، بنخفف الملح، بنخفف من المكملات الكالسيوم والفيتامين سي، بس اكيد بنكمل انه نشرب قهوه باعتدال وناخذ الكالسيوم من الحياة اليومية ومن الحليب ومشتقات الحليب. أنا بودعكم مشاهدينا، ما تنسوا تحضروني بكرة بحلقة جديدة من برنامج صحي وسريع. لأي استفسار، سؤال أو اقتراح راسلونا على العنوان